طيب رح نكمل بالفلكس فيكتور كنترول. هلا في عندنا تو ترانسفورميشنز مهمه، تذكروا الترانسفورميشن بعملها عن طريق ماتريكس، بقدر احول من فريم لفريم او من فريم اوف ريفرنس عن طريق اني اضرب في ماتريكس. هلا عندنا احنا من الكرنت بنقدر نقيس الكرنتس اي اي واي بي واي سي. هلا تذكروا ان هدول ستيشنري فريم، الفريم تبعها ستيشنري يعني هذا ما بلف. هون انا بحط، اذا بحط بغير الكرنت اي اي او بغير الكرنت اي بي او بغير الكرنت اي سي، هدول ستيشنري راح اعمل عليهم ترانسفورميشن. اول تحويل راح احولهم من اي 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 بي اي سي، راح نحولهم لفريم كمان ستيشنري بس بمثل الستيشنري هو نفس الستيت يعني انا بحكي عن الكولز الموجوده بالستيت. يعني لا ستيشنري يعني ما بلف، ما عماله بتحرك، يعني انا هون مثبت الفريم، مثبت الاكسيس. هلا احنا خلينا نتذكر دائما، نرجع نتذكر الدي سي موتورز، تذكرنا الدي سي موتور من هون بيساعدنا. دائما انا عندي اي دي وعندي هون اي كيو. اي دي اللي هو الدايركت فلكس، اي كيو اللي عمودي عليه، هذا اللي بيعمل ماجنتايزيشن، هذا بيعمل التورك. بدي اثبت هذا وبدي اغير هذا حسب ما بدي تورك. هلا مشكلتنا هون انه الاي دي والاي كيو هون عمالهم بلفوا باستمرار في داخل المحرك. لو اجيت اطلعت في اي لحظه من اللحظات راح الاقي الاي دي والاي كيو عمالهم بلفوا باستمرار وفي لهم زاويه. بدي احول انا من الكوردينيتس اللي بهدول الثابتين، يعني انا اذا عرفت قيمه اي اي واي بي واي سي في اي لحظه من اللحظات بقدر منهم استنتج هدول رح يعطوني هلا في لهم ريزلتنت فيكتور. مثلا فرضا ريزلتنت فيكتور كان هون اللي هو بي، هذا منه هذا رح يكون ناتج عن قيمه معينه لاي اي، قيمه معينه لاي بي، وقيمه معينه لاي سي. انا هدول اللي بقدر اقيسهم، هذا ما بقدر اقيسهم مباشره، فبقيس انا اي بي اي اي واي بي واي سي. هلا بقدر احول لفريم، لو ثبتت هذا الفريم سهلت الزاويه حطيتها بهذا الشكل، بدي احول من هدول الاحداثيات ثلاث احداثيات لاحداثيين. فطريقه التحويل راح تكون راح اخذ اي اي واي بي واي سي، راح اعمل عليها ايش اسمه الكلارك ترانسفورميشن. الكلارك لاحظوا الماتريكس راح احول انا من 3 ل 2، فستريكتلي سبيكينج ما في حاجه تكون 3 باي 3، بس احنا بنعملها 3 باي 3 عشان ايش؟ نكبرها 3 باي 3 سكوير ماتريكس. عشان ايش اقدر اعمل فيها؟ عشان اقدر اعمل انفرس. خليني احط ال الكلارك ترانسفورميشن. فانا بدي اطلع اي دي ستيشنري واي كيو ستيشنري، وبدي اجيبها من قيم اي 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 بي واي سي. فعندي هلا هاي لو حطيتها رح احطها انا مش سكوير، رح احطها مش سكوير ماتريكس حتى ابين ايش المطلوب. هلا هون رح يكون في عندي زاويه بين هدول حسب انا ايش بختارهم، اذا اخترتها زيرو رح تتسهل الامور، بس انا راح احطها بشكل عام زاويه عامه. راح افترض انه هون في عندي ثيتا بين هدول، هذه اللي هي كيو وهذه هون عندي دي، وهذا راح اسميه ستيشنري ستيشنري. فهاي الترانسفورميشن كوساين ثيتا، خلينا نكبر المسافه المساحه هاي، مش مطلوبكم تحفظوها بس حتى تفهموا الفكره. عندي كوساين ثيتا، كوساين ثيتا ماينس 2 باي 3 كوساين ثيتا بلس 2 باي 3. طبعا في كثير من الحالات هاي احنا هلا بنحول ثيتا بنحطها زيرو بحيث انه الدي ينطبق مثلا على الاي بحيث انه يسهل المعادلات هاي كلها، فبتصير هاي تتحول كوساين زيرو بتصير واحد، وبعدين هاي بتتحول لكوساين ماينس 2 باي على 3 وكوساين باي على 3. وهاي عندي هون ساين ثيتا، ساين ثيتا ماينس 2 باي 3 وساين ثيتا بلس 2 باي 3، هاي بتساوي اي دي اس واي كيو اس. يعني بمعنى انه اذا بدي اطلع هذا الاكسس اللي موجود هون باخذ القيمه هاي وبضربها في هاي القيمه، باخذ هاي القيمه بضربها هون، باخذ هاي القيمه بضربها هون، بيطلع معي الرقم اللي هون اللي هو طول واحد من اطوال الاكسس. خلينا نطلع هذه مضبوطه من هون، راح يكون عندي دي مضبوط. يعني اذا كانت هاي الزاويه زيرو وين راح يصير دي؟ راح يصير هون. واذا صار دي هون صار اي دي مطابق ل
اي اي فلما يصير عندي هون كوساين 0 شو بتصير هذه؟ واحد فبتصير هاي كانها اي دي بتساوي واحد مضروب في هاي واظن هذول شو بضل منهم؟ بضل منهم شيء او ممكن بعطوا لي قسمين من هون بضيفوا على القسم هذا اللي موجود هون واي كيوب راح يساوي ساين في هاي القيمه زائد ساين في هاي القيمه زائد ساين في هاي القيمه وراح يكون اذا حطينا ثيتا 0 بتكون هذه 0 نعم ثيتا ايش ثيتا هي احنا شيء ريفرنس احنا بنختاره انت بتختاره اربيتراري هلا حتى تسهل لحالك رح نختار لو اخترنا ثيتا 0 رح تبسط كل المعادلات مزبوط لو جيت انا اخترت انا بدي احول من ثلاث احداثيات ما في حاجه ما بحتاج انا ثلاث احداثيات بحتاج احداثيه بس انا مجبور استعمل ثلاث احداثيات لان اللي قستهم هم ثلاث ارقام فراح اقيس ثلاث ارقام كل لحظه كل 20 ملي سكند او 10 ملي سكند او 2 ملي سكند حسب السيستم بجيب الارقام هذول الثلاثه هذول وين بجيبهم فيزيكلي من كرنت ترانسفورمر راح يكون هذا فيزيكلي محطوط هون كرنت ترانسفورمر في الخط اللي رايح على المحرك وراح يكون هذا محطوط هون كرنت ترانسفورمر في الخط اللي رايح على المحرك وهذا كمان كرنت ترانسفورمر خط اللي جاي على المحرك فيزيكلي هذول الارقام راح اقيسهم راح اقيس ار ام اس مثلا هذول الفاليوز اللي من هون راح احط هذول الثلاث فاليوز هون هلا لو اخترنا ثيتا بتساوي 0 صفى بامكانك تبسط هذا كله هاي راح تروح وهي راح تروح وهذا راح يصيروا كونستانت مش هيك ساين 2 باي على 3 2 باي على 3 اللي هي 120 مش هيك فمكان نحط هلا الارقام هذول نكملهم وراح يصير اخذ اي دي هلا اي دي راح اختاره بهذا الاتجاه الاكسس وهذا راح اختاره اي كيو بهذا الاتجاه هلا راح يطلع معي ثلاث ارقام لاي اي واي بي واي سي هذول الثلاث ارقام بيمثلوا نقطه راس فيكتور موجود مش هذول لهم محصله الثلاث ارقام لهم هاي نفس النقطة أنا بقدر أمثلها بترانسفورميشن سيستم تاني، بتذكر حكيت لكم الترانسفورميشن تبع كوردينيت سيستم؟ لو عندي كوردينيت سيستم زي هيك وعندي النقطة هاي، النقطة هاي ايش إلها؟ إلها إكس وإلها واي مظبوط؟ جيت حبيت أمثلها على الإحداثيات هذول الثلاثة بقدر أعطيه رقم هون ورقم هون ورقم هون بتطلع نفس النقطة، هل النقطة نفسها؟ نفسها بس أنا شو عملت؟ مثلتها على كوردينيت سيستم مختلف ونفس الشيء هلا راح نشوف بعد شوي لما نروح على البارك ترانسفورميشن هذا ستيشنري ستيشنري يعني ما بلف يعني الاكس اكسس دائما هون والواي اكسس دائما هون لكن لما نيجي على البارك ترانسفورميشن راح نشوف انه الاكس اكسس والواي اكسس الروتيتنج بلف على سرعه مقدارها ثيتا ثيتا او اوميجا اي او اللي هي السينكرونس سبيد هلا بنحكي عنها اذا هذه عندي هون هي في علاقه واضحه من هون هي بقدر احولها بتصير هاي لما تصير هاي ساين 0 هذا بتحول لزيرو كوساين 0 بتصير هذه واحد ومنكمل هي بسطنا الامور من ناحيه ثيتا هاي اللي موجوده هون اذا انا بامكاني في اي لحظه من اللحظات اطلع بناء على قيمه اي اي واي بي واي سي بامكاني اطلع على احداث يعني هذا المحرك فيزيكلي هلا المحرك موجود هون ولو رسمته هي المحرك موجود هون وبامكاني انا احدد راح الاقي في اتجاه لاي لاي وفي اتجاه لبي وفي اتجاه لسي وفي هذيك اللحظه مثلا كان الفلوكس خلينا نستعمل لون ثاني هذيك اللحظة مثلا فرضا الفلوكس كان ناتج عن هدول الثلاثة هون، هلا هذا في له احداثيات ممكن اطلع احداثياته بدلالة اي اي واي بي واي سي او اي اي وبي وسي مش هيك؟ وممكن اطلع احداثياته بدلالة كيو وهدول ستيشنري، ما فيش بينهم زاوية لغينا الزاوية هاي فهي صارت زيرو، فصار هذا ممكن احداثياته تكون اكس 1 واي 1 او ممكن تكون احداثياته اي 1 وبي 1 وسي 1 مظبوط الكل فاهم هاي النقطة بس أنا ما بقدر أقيسه إلا عن طريق اي اي واي بي واي سي فأنا بقيس الكرنت اللي في اي 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 بي اي سي بعمل عليه ترانسفورميشن هاي بيطلع معي بهذيك اللحظة هذا الفلوكس له طول هون وله طول هون بس أنا لازم أضل أشتغل على الروتيتنج ريفرنس لاحظوا هذا الفلوكس عماله بلف مظبوط الالكتريكال فلوكس هاي سرعة بلف على السينكرونس سبيد فبدي أعمل كمان ترانسفورميشن ثانية الترانسفورميشن إذا هي أول ترانسفورميشن صار عندي اي اس اي كيو ودي كيو اس هلا الترانسفورميشن الثاني بتصير عندي هي ستيشنري فريم هذا ثالث فهذا راح يكون احنا حاطينه هون مثلا هذا الكيو وهذا الدي وهذا ستيشنري وهذا ستيشنري هلا نفس الشيء هاي النقطة هي نفسها لسه الحمراء هنا بنحطها بشكل احمر باللون احمر هاي النقطة لسه نفسها احداثياتها هلا هون هذا اكس 1 وواي 1 في فريم ثاني عماله بلف على سرعه مقدارها السينكرونس سبيد الفريم الثاني هذا في كل لحظه بيختلف وضعه بس نفترض انه بهاي النقطه كان هذا الفريم هيك جاي فالاكس داش تبعته هون
واي داش تبعته هون في هذيك اللحظة، وفي بين هذول التنين في ثيتا اي. ثيتا اي على فكرة مش كونستنت، رح تضلها تتغير، رح تضلها تتحرك، بس هذا لو أنا اطلعت عليه بعيني في هذيك اللحظة رح أشوفه هذا الفريم الأخضر عماله بلف على سرعة مقدارها قديش؟ السينكرونس سبيد. السينكرونس سبيد يعني السينكرونس سبيد رح يلف على السينكرونس سبيد اللي هي ان اس مظبوط، أو بالرادينس بتحولها لرادينس بير سكند. إذا في هذيك اللحظة إذا اطلعت عليه بهذيك اللحظة شو إحداثياته على ستيشنري ريفرنس؟ هاي. طب بهذيك اللحظة لما ثيتا اي كان لها قيمة معينة شو راح تكون إحداثياته على ثيتا اي؟ راح تصير هذا. أنا بس هي نفس النقطة بس عبرت عنها بطريقة مختلفة. طب لو بعد شوي تحرك لفريم اوف ريفرنس ولقيته في مكان ثاني، هو نفس الفيكتور ضل موجود بنفس المكان بس الإحداثيات اكس داش واي داش مش بتغيروا؟ إذا حتى أعمل ترانسفورميشن بين هذا الفريم، هذا أخذته بالكالكولس، بين هذا الفريم وهذا الفريم، أنا شو عمالي بقول؟ أنا عمالي بقول النقطة نفسها فيزيكلي لو مسكت النقطة بإيدي هي بنفس المكان، بس أنا ممكن أسميها تسميتين مختلفتين، ممكن أسميها حسب ستيشنري فريم أوف ريفرنس X1 Y1، أو ممكن أرجعها للروتيتنج فريم أوف ريفرنس X داش وY داش. ليش بدي أرجعها للروتيتنج فريم أوف ريفرنس؟ لأنه وقتيها واحد من هدول بهذا الاتجاه راح يكون الدايركت فلكس والثاني راح يكون الكوادرتشر فلكس. كل هاي المشاكل ما كانت عندي بالدي سي موتور. ليش؟ لانه ما كان في روتيتنج فريم اوف ريفرنس وكان اصلا عندي اكس وواي. فاحنا كل شغلنا بالكلارك ترانسفورميشن والبارك ترانسفورميشن والانفرس بارك ترانسفورميشن والانفرس كلارك ترانسفورميشن انه العالم الواقع احنا بنتعامل مع اي اي واي بي واي سي، لكن الموديل تبعي اللي بعمل فيه بثبت الماجنتايزيشن وبغير التور ايش هو مبني على بس هدول ايش مالهم؟ بلفوا على سرعه معينه مقدارها سينكرونس سبيد. إذا هدول بإمكاننا هلا نحكي عن هدول الترانسفورميشنز التنتين، وإحنا هلا أنت بالنهاية في السيميلينك والمات لاب رح تحطهم كلهم في بلوك وتنساهم، رح تحط تو بلوكس، بلوك باخذ أي أي بي سي وبحول لأي دي وأي كيو روتيتنج، وبلوك ثاني باخذ من أي دي وأي كيو بحول لك لأي، فبريحك من هاي وبنحط فيه التو ماتريسز، في ماتريكس في ماتريكس هون وماتريكس هون، والإنفرس تبع هاي وين رح يروح؟ هون، والإنفرس تبع هاي وين رح يروح؟ أوكي؟ هذه بتريحنا كلها رياضة، بس احنا بدنا نفهم ليش عملنا هيك. في الدي سي موتور كان ما في روتيتنج ريفرنس، فقلنا اذا بدنا نغير الفلكس بمين نلعب؟ مين غير؟ دايركت. ولما نغير التورك مين غير؟ كيو. كان كل شيء ثابت، كل شيء كونستنت، العالم بسيط سهل. وحتى هون بامكاننا نعمل تو لوبس مزبوط، لوب بنثبت الماجنتايزيشن، مش قلنا الماجنتايزيشن بده يثبت، بنحط له فيكس فاليو اللي هو الفلكس الماجنتايزنج فلكس راح نثبته، راح نعمل له لوب، واللوب الثاني كل ما غير التورك معي شو راح اعمل؟ رح غير الكيو. فهون كنت اذا هذا بيرمننت ماجنت ما هي اي دي خلص ثبتت اصلا، واذا ما كانش بيرمننت ماجنت زي الكترو ماجنت شو راح اعمل؟ راح اثبت الفلكس اللي موجود هون وانتهى، وما عندي لا بارك ولا كلار ترانسفورميشن. وكنت لما بدي ازيد التورك شو اعمل؟ ازيد الفولتج على الارمتشر، لما ازيد الفولتج على الارمتشر شو يصير؟ يزيد الكرنت. طبعا رح يصير في هلا تغير بالسرعه بس بالنهايه رح يستقر ورح يرتفع التورك معه، وفي عندي لوب ثاني للهان. احنا حابين نعمل نفس اللي كنا نعمله في الدي سي موتور وين؟ في الاندكشن موتور. المشكله الاساسيه عندي الفريم هذا اللي هون، هون كونستانت قديش سرعته هون؟ الفريم هذا قديش عماله بلف؟ الفريم زيرو. بس الفريم هذا في داخل الاندكشن موتور عم بلف على اي سرعه؟ على السينكرونس سبيد اللي هي وحدتها بالار بي ام، وبدك تحولها انت لاوميجا اس. اوميجا اس عماله بلف. اذا انا قدرت اتبع هذا الفريم بقدر في اي لحظه من اللحظات بقول هلا بهاي اللحظه ان ذس مايكرو سكند الفريم هيك وضعه. فالدي بهذا الاتجاه كان، الدي بهذا الاتجاه والكيو بهذا الاتجاه. بعد 2 ملي سكند وين صار هذا الفريم؟ تغير، صار هون وهون. كمان شوي وين صار الفريم هذا؟ هون وهون. حتى احول من ستيشنري فريم للروتيتنج فريم ايش بدي؟ ثيتا اي. اذا عرفت ثيتا اي بقدر احول من 1 فريم تو ذا نيكست. اذا هي اول، هلا زي ما حكيت الماتريسز ما في حاجه نحفظهم، احنا بس نفهم انه في شيء اسمه ترانسفورميشن. هلا هذا حول من ستيشنري فريم لستيشنري فريم، بس هذا كان 3 فاريبلز حوله ل 2 فاريبلز. بعدين هون صار ايش بدي؟ لازم يدخل على هاي ترانسفورميشن ثيتا. اي ثيتا؟ ثيتا ممكن بدك تعمل عليها اشياء بس بالنهايه بدها تطلع ثيتا اي. ثيتا اي شو بتمثل؟ بتمثل الزاويه ما بين الفريم الاسود والفريم الاخضر. وخلص هلا هاي اذا صارت عندي ثيتا اي، الان صار عندي هلا شو بده يكون التحويل الثاني؟ هلا هذا اذا هذا عباره عن كلارك ترانسفورميشن، رح يجيني بارك ترانسفورميشن. خلينا نحطه، خليني امحي هاي. تذكر دائما الدي سي موتور هلا رح يصير عندي ما بين من 2 ل 2 مش هيك؟ شو صار عندي هلا متوفر؟ ستيشنري. شو بدي اطلع منه؟ روتيشنال. شو لازم يدخل عندي هون؟
ثيتا اي. هلا كيف بنجيب ثيتا اي هاي قصه ثانيه بنحكي عن اللي من سليب استيميشن. بس هون هلا عندي راح يدخل عندي اي دي ستيشنري اي كيو ستيشنري راح عندي رقم رقمين 3 4 مش هيك؟ لانه بده يصير عندي 2 ب 2 بعطوني واحد هون. وهذا ايش بده يكون؟ هذا الروتيشن. ما بنحكيش عنه احنا روتيشن بس هو مفهوم انه هذا روتيشن. هذا الفريم هو المكان اللي فيه بدي احدد هذه اي دي. اذا غيرت هذه اي دي شو تغير معي؟ دايركت لا الفلكس. واذا غيرت اي كيو شو بتغير معي؟ تور. فعندي تو لوبس راح يكون. هاي اللوب انا مثبتها وحاطط لها كونستنت فاليو، وهي راح اغير فيها التورك. وتذكروا التورك كان هو كاسكيد داخل مين؟ داخل السبيد. كانت عندي السبيد برا، والايرور من السبيد هو كان الديزايرد فاليو اوف التورك، اوكي؟ اللي هو بيصير هذا الفاريبل. هلا انا طبعا هذه عمليه صعبه جدا لانه انا عمالي بقول في اي لحظه من اللحظات هو عم بلف. فاحنا قدرنا باستعمال هاي الترانسفورميشن وذين مثلا الملي سكند هاي لسه الوضع صحيح تقريبا، انه انا قدرت بس بقياسي لاي اي واي بي واي سي، بس لقياسي اي اي واي بي واي سي واستنتاجي ل ثيتا اي قدرت استنتج اي دي قديش قيمته في هذيك اللحظه، قديش يعني كانها او الفلكس اذا بدك الفلكس باتجاه الدايركت والفلكس فاذا عرفت انا قيمته الفعليه. هاي على فكره رح تكون القيمه الفعليه بايش رح اقارنه؟ الاكشوال ايش رح اقارنه؟ بالديزاير. وعلى اساسه راح اقول انا بدي اصحح او احسن الوضع، بدي احاول احافظ على هذا كونستنت وهذا بدي اصير اغيره حسب التور. نحط الفاليوز. هلا الفاليوز على ايش راح تعتمد؟ لازم يكون فيها ثيتا اي، ما بقدرش انا احط ثيتا اي زيرو. ثيتا اي راح تضلها تتغير مع الوقت. لاحظوا هاي ثيتا اي مش اوميجا اي. فبدنا في تحويل راح يصير. اذا هاي الثانيه هلا صارت اللي هي البارك ترانسفورميشن. هلا في كثير من الكتب ما راح تحطها هاي 3 دايمنشن 2 دايمنشن 2 باي 3. راح تحطها 3 باي 3 وراح تحطهم دامي فيريبل عشان تقدر تغير الانفرس. بس بشكل هذا ما فيها مشكله، هاي ما بقدرش تطلع لها انفرس مزبوط. ليش لازم يكون؟ لازم تحط دامي فيريبل هون حتقدر تكمل. ففي كتب راح تحطها 3 باي 3، انا حطيتها هون 2 روز باي 3 كولمز بس حتى تشوف انت انه هذا بيساوي هدول الثلاثه مضروبين بهدول الثلاثه. ففي عندنا فيريبلز وهدول طبعا من وين اجت ال 2 باي على 3؟ بس 120 درجه. 120 درجه اللي هو ثابت معروف. هلا البارك ترانسفورميشن بيصير عندي. هلا اذا بدي اطلع الدي الدي والكيو من الدي ستيشنري والكيو ستيشنري عندي هاي كوساين ثيتا اي ساين ثيتا اي ماينس ساين ثيتا اي كوساين ثيتا اي. هلا اذا دخلت على الماتلاب اللي راح انزل لكم اياه راح تلاقي هذول التنتين مخبيات في بلوك وخلص مباشره. هو بتريح حالك انت بتاخذ الاي اي والاي بي وبتحط كرنت ترانسفورمر هون تاخذ الثلاث قيم بتدخلهم حتى بدخلهم هو على شكل خط واحد في ثلاث مالتيبلكس يعني بدخل ثلاثه من هون بعدين بتضرب. هلا بتضرب هلا الاي اي بتضربه بهدول الثلاثه اي 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 بي اي سي بتضرب بهدول الثلاثه بعدين بتبدا بتضربه هي نتج عنده مين؟ هذا. وهذا بترد بتضربه بعدين هذا وهذا بتضربهم بهدول الاثنين بيطلع معي الرقم هذا اللي هو. هلا ببدا بعمل اللوب والكنترول لوب تبعتي لانه انا عارف انه اي دي هذا بيمثل في الواقع شيء داخل المحرك بس انا ما اقدر احط سنسر رئيسه. تعرفين لو انا بقدر احط سنسر رئيسه ايش بقدر احط سنسر رئيسه؟ هو فلكس تمام تمام هول افكت. لو انا جبت هول افكت سنسر وحطيته في داخل بس مكلف بصير المحرك. فالفكره العبقريه كانت حط لها بفكره عبقريه قال اذا عرفت انا اي اي واي بي واي سي الفعليين هذول فيهم فلكس هذول بيمثلوا فلكس. هم مش فلكس. ايش وحده الاي؟ كرنت. بس احنا ما بقدرش اقيس الفلكس بقيس كرنت وبستنتج منه. في كونستنس راح تكون هون على فكره راح تحول لفلكس. شو كان اللي بيحول لي من كرنت لفلكس متذكرين؟ ال ال تمام. وال على فكره هي الماجنتايزيشن اللي في الاندكشن موتور اكس ام. متذكرين اكس ام او ال ام؟ طيب اذا هي حولنا هذول. هلا هذول بنخبيهم كلهم بناخذهم هذول بنحطهم في بلوك. هي حول لي هي كلارك ترانسفورميشن هناك وهي بارك ترانسفورميشن هون. هلا في بده يكون في عندك دائره ثانيه تحول تطلع ثيتا اي. متذكرين حكينا عن الثيتا ام وثيتا اي؟ وبعدين عملنا انتجريشن. احنا بناخذ اوميجا ام والسليب وبنعمل بعدين انتجريشن. وتذكروا الانتجريشن الانتجريتر اذا طلعت عليه في الديجيتال الانتجريتر شكله بيختلف شوي يعني في الانالوج ايش الانتجريتر؟ واحد على اس. في الديجيتال راح تلاقي زد ماينس 1 على زد ماينس 1 او زد 1 ماينس زد اظنها زد ماينس 1 على زد ماينس 1 ماينس 1 موجوده بالشكل اللي هذا بتشوفوه منه. هاي هي نفسها انتجريتر بس هون احنا اخذنا زي سامبلينج تايم. في عندي سامبلينج تايم فراح تعطيني اختلاف الانتجريشن. طيب بعدين هلا طلعت انا هلا هون راح اخذ هذا بمين اقارنه الاي دي؟ بالديزاير بالديزاير على فكره كونستنت
فراح تلاقي في الماتلاب لما تطلع راح تلاقي كونستنت اظن كان حاطه 0.96 وهون هو بيحكي عنه فاي ما بيحكي عنه اي. احنا بنقدر نحول من اي لفاي اه اكس ال ام. متذكرين الموديل تبع الاندكشن موتور؟ هاي الستيتر البرايمري او الستيتر وهي الروتر وهي ار2 على اس. ايش كان في بينهم هون؟ اكس ام وار سي. تمام. ار سي شو بيمثل؟ بيمثل الكور لوسز اللي هي جزء منها هيستريسيس جزء منها ايدي كارنت لوسز. لكن هذا اللي بيهمنا هون اللي هو اكس ام او ال ام اذا بدنا نعبر عنه بالهاي. هلا اذا بتدخل على الموديل وبتكبس على الاندكشن موتور موديل رح تلاقي قيمه ال ام هون اظنها 34.7 ملي هنري. هاي فكاني عمالي بقول هاي بتمثل هاي بتخليك تفهم اكس ام معناها شو معناها. مر الكرنت في اكس ام شو بيعمل لك؟ بيعمل لك اكسايتيشن في الهاي. طبعا هذه بيرفيس هاي الدائره هون بيرفيس. اذا عندي انا كاني عمالي بقول اذا اخذنا اكس ام ومررنا فيه كرنت من هون رح يتكون فلوكس. وشفنا اليونتس بتذكر شفنا اليونتس المره الماضيه ولذلك بتطلع. اذا هون بنقدر نحول من واحد للثاني. هلا شو بدي ارد اعمل بعد ما طلعت هذول هلا الاي دي والاي كيو؟ بدي ارد احول مره ثانيه رح يكون عندي انفرس بارك. وكمان الانفرس بارك ايش بدها؟ بدها ثيتا اي. لاني هلا العكس هلا صرت احول من الاخضر ارجع من الاخضر للستيشنري. بس حتى ارجع من الاخضر للستيشنري بدي افترض انه فبدي افترض انا سريع حساباتي سريعه بحيث انه ثيتا اي اذا كانت نفسها او اذا تغير الوضع اذا حساباتي بتاخذ وقت ثيتا اي. بس ثيتا اي لازم تدخل على هذا. شو راح تكون هاي الماتريكس؟ الانفرس تبعت هاي الماتريكس. وهاي الماتريكس هون راح تكون الانفرس. اذا هون راح يطلع معي هلا هون ستيشنري. هلا هدول راح اسميهم ممكن اسميهم ستار او الديزايرد فاليو او الايرور. هذا هون اي دي اس وهذا اي كيو اس وهدول راح يدخل معي هون. هلا الثانيه اه طبعا هون في عندي كنترولر اه بيكون عندي باي عاده باي كنترولر بي اي. هلا كمان راح يكون عندنا بي اي كنترولر من هون. هلا الاختلاف هون هلا راح يصير انه اي كيو. هلا هون هذه راح تدخل في اللوب تبعت السبيد فهذا مش دقيق 100% لانه في عندي لوب تبعت السبيد خارجيه. هلا بنرسمها بشكل اوضح وبعدين من الايرور تبع اللوب تبع السبيد راح يصير في عندي كانه هذا بيمثل تورك وبطرحه من الايرور تبع التورك فبصير هذا كانه هون التورك الديزايرد وهذا بدي فيك تحويل معين هون راح يصير عندي التورك اكتشوال وبعدين هذول الاثنين بدخلهم بدخل معي. هلا هون عندي بي اي كنترولر بي اي كنترولر من هون. إذا لاحظوا في عندي تو كلوز لوبس. في لوب بس بدها تحافظ على الفلكس الدايركت فلكس هذا هدفي هون احافظ على الدايركت فلكس كونستنت. هذا هدفي احافظ على الكيو بارت يتغير حسب التورك المطلوب والتورك هو كاسكيد داخل السبيد. هلا هون راح يصير عندنا الانفرس بارك راح تصير انفرس بارك وهي راح تصير انفرس كلارك. شو لازم يطلع عندي هون؟ واحد اثنين ثلاثة هذول اللي هم الديزايرد كارنس بس هذول وين لازم يروحوا؟ على البي دبليو ام لانه انا ما هون هاي سيجنال مش كارنت. هذا كارنت فعلي بس هذا سيجنال بتمثل الكارنت اللي انا بدي اياه. فالكارنت هذا اللي بدي اياه بدخله على البي دبليو ام والبي دبليو ام بعدين راح اخذه راح يروح على المحرك فراح يصيروا هذول الثلاث خطوط هاي المحرك وهي هاي اذا كانت هذه ايه وهي بي بالغلط انا دخلت ايه غلط هاي ايه هاي ايه وهي بي وهي سي. البي دبليو ام راح نحكي عن البي دبليو ام بتفصيل اكثر. انتوا ايش متذكرين من البي دبليو ام؟ ايش النوع اللي كنا نستخدمه؟ كيف كنا الطريقه نعملها؟ ترانجوليشن كنا نعمل ترانجوليشن. بس هلا الميثود اللي موجود هون فرجتني اياه ديما المره الماضيه موجود بهذا اللي هو بيستعمل نوع من الهستريسيس وان اوف كنترول. هلا بنطلع عليها بس بغض النظر في طريقه معينه هون راح اعمل فيها بلس ويث موديليشن والانفرتر طبعا موجود في داخل هاي بحيث اني اقدر الاوتبوت اشبكه على المحرك واخذ هدول ماثماتيكلي راح يكون هذا عباره عن تحويل. هلا بالموديل اللي موجود هذا محطوط كله كبلوك واحد هدفه يحل لي مشكله الدي سي موتور. لو انا عندي دي سي موتور كان ما بحتاج هذا ولا بحتاج هذا من هون بتحكم مباشره بالموتور باستعمال نفس اللوبس هذول. يعني هذا الكنترول وهذا الكنترولر في الدي سي موتور راح يكونوا نفسهم
الاختلاف صار في الاندكشن موتور، انه بدي اقيس قيمه اي اي واي بي واي سي، اعمل عليهم ترانسفورميشن. في المرحله الاولى ما بحتاج زاويه، في المرحله الثانيه بحتاج زاويه ثيتا اي حتى يطلع معي اي دي واي كيو اكتوال، بطرحهم من اي دي واي كيو ديزايرد، وبعدين بكمل برد بعمل الترانسفورميشن المعاكس حتى اطلع القيم.